رجعها مال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. نحط طبعا الفريق المنتخب القطري ممكن معانا. معانا البداية المدرب المنتخب القطري فليك سانشيز، والمنسق الإعلامي علي صلاح، والكابتن عبد الكريم حسن. تناسب على التأخير هذا، ويتفضل بس السيد علي صلاح اللي موجود في الكلمة. في البداية نرحب بالخير. نحب نعتذر على التأخير اللي كان خارج إرادتنا. إحنا طالعين من الفندق تقريبا صار لنا أكثر من 45 دقيقة، بس أتوقع السائق ضيع، خصوصا مع عبد الكريم، لأن عبد الكريم تقريبا طلعنا ربع ساعة تحت اللوك. بس إن شاء الله إحنا موجودين جميع على أساس الرد على جميع أسئلتكم وعلى استفساراتكم إن شاء الله حق المباراة. شكرا. راح نفتح باب الأسئلة يا إخوان، اللي عنده أي سؤال تفضل. أتصل مع الدروس ديريكتر للعرب القطرية. نزل المدرب على الاستعدادات للمباراة بعد الخسارة الأخيرة أمام العراق، وهل تم إعداد اللاعبين البدنيا وذهنيا بشكل كافي للمباراة؟ Very short tournament like this between games. The only thing we can do is in between games to try to recover the team as fast as possible. I think the team is motivated to face the final we have tomorrow. And of course, in terms of physically, we did the work to try to recover. I still have one more day to recover the team and to face the game with the. يقول البطولة بشكل عام فيها فترات أقيمت فترة قصيرة، بالتالي فترات بين المباريات قصيرة. نعمل على الاستشفاء بالنسبة للاعبين بالسرعة الممكنة. الفريق لديه الحماس ولديه الرغبة في والطموح في الفوز المباراة. سوف يكون فريقنا إن شاء الله جاهزا للعب المباراة المقبلة. اللي عنده سؤال يا أخوان. My name is Rizwan. I'm from Doha. I have a question for the coach. Coach, your team has played two matches so far. One was a very good victory, and the other was a very hard-fought but exciting match. What are the positives that you have taken from these two games so far? طبعاً الكابتن يسأل ما هي النقاط الإيجابية التي اكتسبها المدرب من خلال لعب المباراتين الأخيرتين مع منتخبين. I think so far at the moment the team, the positive thing is that the team show a personality on the field and they want for the both games to try to perform and to have the result. Unfortunately in the second one we couldn't. I think even the team was on the field all the time trying to do the things. It didn't work in the way that we like or we expect. Hopefully, we're gonna do better in the things that we think that we can improve for the next game. And I'm 100% sure that we're gonna play a good game tomorrow. كل من أهم الإيجابيات اللي كسبناها هي شخصية الفريق في الملعب. طبعا كان هناك جيد كان في الملعب، حتى لو راينا بعضنا راى ان الفريق لم يلعب بالطريقه التي نرغبها او نتوقعها، فاننا دائما نعمل على ان يلعب الفريق مباراه المقبله بشكل جيد، وسيلعب ان شاء الله بفريق جيد المباراه. عندك سؤال يا اخوان؟ تفضل. يعطيكم العافيه شباب. سؤالي طبعا للمدرب. كابتن، نتكلم شوي فنيا، يعني منتخبنا الوطني في ارضيه الملعب، نحترم المنتخب ونعرف ان هذا المنتخب المستقبل، والكل اشاد بالعناصر الموجوده في المنتخب من الشباب والشباب الخبره اللي موجودين يقودون المنتخب، ولكن فنيا كابتن، يعني نشوف منتخبنا الوطني في اخر مباراه بالتحديد وحتى المباراه السابقه، الشوط الثاني منتخبنا مختلف عن الشوط الاول، نشوف فراغات موجوده في المنتخب خصوصا في وسط الملعب. في المباراه الاخيره امام العراق في الشوط الثاني منتخبنا فقد السيطره بشكل كامل على وسط الملعب. ف بطوله الخليج ربما والمستوى العالي في هذه البطوله هي المحك او هي الفرصه الحقيقيه ان
نشكل او يكون عندنا انضباط تكتيكي كامل بالنسبه لمتخذل المشاركات القادمه. فتعقيبك على الانضباط بالنسبه للعيبه تكتيكيا مع المدرب والفراغات اللي تركها في المباراه السابقه، اللعيبه تركوها في المباراه السابقه وان شاء الله ما نشوفها في المباراه الجايه. The game against Iraq, we face a situation where the other team pressed us very high, especially in the first half, and it was difficult to try to play. We didn't feel comfortable. We need to play very direct, especially, as I said, especially in the last 20 minutes in the first half, and it was hard for us because with this direct play, it was difficult for us to keep the ball. But it's when the team feels more comfortable, especially when we reach the last third. In the second half, I think we keep our organization. The problem was also that because we tried to dominate more, they had the counter attacks, and Iraq they have very fast players in front, and for some times the game was little break. But also the result was against, and we needed to try to take some risks to score the second goal to give us at least 1 point, and that was the reason. But I think the team keeps the organization the main time. But as I said, it was difficult for us to have the control of the game, and I think that was the key that why we couldn't get the result. Even we try until the last minute to push to have the second goal, which I think we had the chances, but unfortunately we couldn't get. إيه قول المباراة مع العراق كانت مباراة صعبة جدا، خاصة بالضغط عالي خاصة بالشوط الأول، كنا نحاول اللعب بشكل منضبط ونحتفظ بالكرة حتى آخر 20 دقيقة، وصلنا إلى الثلث الأخير من الملعب، احتفظنا وسيطرنا إلا أننا رغبتنا بمجازفة من أجل تسجيل الهدف هي التي السبب الذي يضطره في عدم حصول الانضباط في كل المجتمع المجازفه من اجل ان تسجيل الهدف. سؤال كريم طبعا الحمد لله على سلامتكم ان شاركت المنتخب، لو بتكلم بس على تجربتك بالنسبه للاحتراف برا وشلون المستوى في البطوله. إيه بس لا بين الانعكاس الاحتراف عليك شخصيا، يعني خصوصا انك رجعت تلعب مع عناصر شابه، فمستوى الشباب اللي عندنا في المنتخب مقارنه باللعيبه اللي تلعب معاهم يعني هو عناصر شابه. لا بس هو ربما الاكثر خبره يعني بالنسبه للعناصر. بس طبعا الاحتراف مرات دون جناح كخبره شخصيه يعني خصوصا مش الاحتراف بعد صار مع المنتخب يعني 7 سنوات يعني الجيل القديم والجيل الجديد عاصرهم يعني طبعا اكيد يعني احاول اني اسخر خبرتي هذه حق اللعيبه الشباب الموجودين واني افيدهم ان شاء الله. مستوى شبابنا ثاني السؤال بس مستوى شبابنا بس خلينا نعطي فرصه حق غيرك السؤال. هو سؤال واحد مركب كان. اوكي. مستوى شباب منتخبنا يعني في مقارنه نفس ما تشوف شو عندهم مواهب عندهم طموح عندهم امكانيات ان شاء الله المستقبل ان شاء الله يكونون يعني هم الاساس المنتخب الاول. لا نتكلم عن المباراه ولا مش عارف عليه بس انا حاليا احنا على صوب بس اخواننا البحرين بيجون على صوب وخصوصا قاتل انت تبون. تدري ان شاء الله راح نختم المؤتمر صاحب المنتخب القطري يعطيكم العافيه، تقاضي ان شاء الله تتابعون.